يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. أمالة رح نبدأ لأولى فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن تبدل الفصول، ودائما الجسم بهي الحالة بيتعرض لحالات من التعب، ممكن رشح، قريب باختلاف الفصول، يعني مثل ما عم نلاحظ خصوصا هي السنة، يعني فرح دخلنا يمكن بتشرين الثاني ولسه بتلاقي ناس لابسة صيفي، ناس يمكن مبارح أول مبارح لبلش شوب المسا كتير برد عم بيكون. تماما هذا الشيء، هذا التغير بالطقس يمكن واختلاف درجات الحرارة عم بيؤدي دائما لإنفلونزا، يمكن مثل ما كنا عم نحكي ليلى تحت الهواء مع الدكتور إنه نحن فعلا عم نشوف إنه الأولاد مثل ما بنقول ما عم يطيبوا، عم نخلص من المرض يصحوا شوي نرجع نفوت بهي الحالة. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف الوقاية من الإنفلونزا قدر الإمكان. طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور وسام دلولو أخصائي في الأمراض الداخلية. يسعد لي صباحك دكتور. صباح الخير، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. مثل ما عم نلاحظ يعني السنه بيقولوا الشتويه متاخره، يعني الشوب اللي كان بالايام الماضيه ما في مبارح او اول مبارح حتى بلش شوي يعني البرد، فهي الشغلات كلها بتعطي تقلبات للجسم وممكن تعرض للانفلونزا الموسميه. خلينا بدايه نعرفك. تعريف الانفلونزا الموسميه هي عباره عن مرض تنفسي يصيب الجهاز التنفسي، سببه فيروس، إصابة بفيروسات الإنفلونزا، وهي الفيروسات شديدة العدوى والعدوى فيها سريعة للغاية بسبب انتشارها، وخاصة مناطق التجمعات، المدارس، الدور الصحية، مراكز العمل المكتظة. طريقة انتشارها سهلة بسبب انتشارها التنفسي عن طريق الرذاذ التنفسي، سعال، عطاس، مريض مصاب بيسعل بمكان، تنتشر الرذاذات بالرذاذ التنفسي، فيروسات تنتقل للأشخاص المجاورة، فلهيك نحن بنشوفها بشكل كتير كبير بالمدارس بين الأطفال أكثر شيء. ومثل ما حكيت أنه نحن بنلاقي الطفل دائما كل هالفصل هو مرشح مقرب، فهي القصة نتيجة الانتشار السريع لهالفيروس والعدوى السهلة فيه. بتصير عندنا العدوى عن طريق السعال، العطاس، عن طريق التماس مع السطوح الملوثة، ممكن الولد أو الشخص يلق الطاولة، مسكة الباب، التليفون، يحك عينه، يحك أنفه، يحط إيده بتمه، تنتقل العدوى، لأن العدوى تدخل عن طريق الأغشية المخاطية للفم والأنف والعين وبتصير عندنا العدوى. فهو عبارة عن إصابة جهاز تنفسي حادة بسبب فيروس الإنفلونزا. دكتور دائما السؤال من الأمهات أنه نحن كيف نعمل خطة علاجية نبعد شوي عن أدوية الالتهاب. اليوم بعض الأمهات أول ما بيحسوا بشوية مرض عند الأطفال دغري دواء التهاب، قد أنت مع هذا الشيء وشو ممكن يكون في خطة علاجية صح إن كان للأطفال الرضع أو حتى الأطفال يلي كان فوق 3 سنين أو من عمر سنتين وفوق؟ كيف لازم تكون الخطة العلاجية؟ الإصابة بالإنفلونزا الموسمية اللي حكيناها أو القريب الاسم الشائع هي عبارة عن إصابة فيروسية، حكينا بالتعريف. فهو الفكرة الغلط أنه نحن نركض ورا دواء الالتهاب. الإصابة فيروسية محددة لنفسها عادة، الإصابة ممكن تستمر، الأعراض اللي راح نحكي عنها تحدد نفسها خلال أسبوع غالبا باستثناء بعض الفئات اللي راح نصنفها اللي هي في خطورة عالية لتفاقم الأعراض. بينما الأعراض الموجودة اللي بتسببها الإنفلونزا هي أعراض محددة لنفسها. يعني فرح نحكي هلا عن أعراض الإنفلونزا، الوقاية منها والأسباب اللي بتسببها، هي عبارة عن سلالات من الإنفلونزا. دكتور باعتبار ذكرت الأعراض أو الأسباب الأكثر شيوعا، خلينا نوضح أكثر مين هم الأشخاص اللي أكثر عرضة لهي الإنفلونزا؟ العرضة للإنفلونزا مثل ما حكينا هن الأطفال بالأعمار تحت 5 سنوات بسبب المدارس، بسبب الانتقال. في عندنا الفئات العمرية فوق 65 سنة طبعا هن أشد إصابة وخطورة بالإصابات الإنفلونزا. المرضى اللي بالمثبطين مناعيا اللي عندهم إصابات بالسرطان أو بتلقوا علاج كيماوي، المرضى اللي عايشين مع تثبيط المناعة مثل مرضى زراعة الأعضاء، زراعة الكلية اللي بياخذ مثبطات مناعة، ومرضى نقص المناعة المكتسب الإيدز، فهدول هن أكثر عرضة للإصابة. طبعا التجمعات هي المكان الأساسي لانتشار الفيروس بسبب الرذاذ، الانتقال التنفسي للفيروس بسبب رذاذات الأطراف. الوقاية منه رح منفصلة كطريقة الوقاية. أول شيء نحن في عنا مجموعة من العوامل. أول شيء في عنا شيء اسمه لقاح القريب أو لقاح الإنفلونزا الموسمية. تنصح فيه دكتور؟ ننصح فيه. الفئات الأكثر نصيحة إنه يأخذوا اللقاح هن طبعاً اللقاح آمن من عمر 6 شهور، فالأطفال بين عمر 6 شهور و5 سنوات، الحوامل وخاصة بالثلثين الثاني والثالث من الحمل اللي هن أكثر عرضة للإصابة،
المسنين مثل ما حكينا فوق 60 او 65 سنه، رغم انه فعاليه اللقاح عندهم اخف. اللقاح ما بيوقي 100% من الاصابه بسبب تطور الفيروس، ولكن هو على الاقل بخفف لنا الاعراض ممكن، او يقي من مجموعه ب 70 او 80% من السلالات المنتشره بكل سنه. اللقاح سنوي، الوقايه منه بشكل اضداد الجسم لسنه، السنه الجايه بحاجه لها. نتيجه الفيروس بيطور البروتينات الموجوده على سطحه بشكل شكل جديد من الفيروس، فدائما اللقاحات في تطور كل سنه بيغطي مجموعه المتوقعه او المجموعه الشائعه من الفيروسات. الوقايه الشخصي مثل ما حكينا اهم شيء، طبعا المصاب او اللي بحس عنده اعراض اهم يلتزم بيته، العطاس بمنديل، كب المنديل بعد العطاس، نغطي تمنا، نحاول قدر المستطاع بالاماكن المكتظه ما نحط ايدنا على عيننا انفنا على تمنا، بحيث نحن اذا لمسنا سطح معرض ما ننقل العدوى لحالنا، لانه طريقه انتقال الفيروس مثل ما حكينا بيستغل الاغشيه المخاطيه تبع العين والانف وبفوت على بسبب لي هاي الاصابه. دكتور اليوم مثل ما قلنا عم نشوف الانفلونزا منتشره بشكل كثير كبير، لكن خطورتها او شدتها عم تختلف يمكن بين طفل ولاخر وحسب طبيعه الاجسام كمان وحتى الاستعداد مثل ما بنقول الاجسام المرضي لهذا الشيء. امتى نحن بنقول انفلونزا بشكل طبيعي وامتى بنقول دخلنا بمرحله الخطوره؟ رح نحكي عن الاعراض اللي بتبلش فيها الانفلونزا. اول شيء فتره الحضانه اللي بتعيشها او هي فتره الاكتساب الفيروس عادة يومين، بين الواحد لأربعة أيام، بس وسطيا هي يومين بين تعرض وبداية الأعراض. بداية الأعراض رح تكون بداية مفاجئة بحمى أو حرارة، عادة 38.5 للأربعين ممكن توصل حرارة عالية، قشعريرة، بردية. الأعراض التنفسية اللي هي الزكام، العطاس، الدماع، دمع عيون وألم العينين، صداع شديد ممكن يبلش في الفترة، سيلان الأنف حكينا عنه. هاي الأعراض بدايتها حادة قلنا خلال يومين من التعرض، عادة تستمر عادة بالأشخاص الطبيعيين بالفئة العمرية الشابة اللي ما عندها عوامل خطورة، ما عندها عادة هاي الأعراض تستمر تحدد نفسها خلال الأسبوع. طبعا بعد الأسبوع في فترة تعافي، في ألم عضلات، في شوية تعب جسم، ولكن عادة الأعراض تحدد نفسها خلال الأسبوع، وهي بخلال بالعلاجات التقليدية مثل ما قلنا، الالتزام بالمنزل، الاكثار من السوائل، العلاج العرضي، في حمى بناخذ خافض حراره، في الم عضلات بناخذ مسكن، ولكن العلاجات مثل ما حكيتي حضرتك انه نحن بنركض على دواء الالتهاب. ادويه الالتهاب نحن لازم نحصرها بالطبيب وليس بانه نحن الولد رشح قرب عطى سطين نركض نجيب دواء التهاب نعطي دواء التهاب. هون عم خفض مناعه الجسم وعم نضره، لانه عم شكل سلالات معنده من الجراثيم، لانه الانتان الفيروسي ممكن بعد فتره مثل ما حكينا بيصير عندنا مضاعفات، ممكن يسبب اصابات، يركب عليه انتان جرثومي. هون نحن بحاجه ادويه الالتهاب، هذا الشيء بقدره وقت ما نراجع المركز الصحي او مراجع الطبيب، هو اللي بيقدر. هون نحن في مرحله خطوره او لسه؟ مرحله الخطوره هي نحن بنرجع للفئات العمريه، الاشخاص المصبطين مناعيا، الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه مثل الربو، امراض القلب، امراض الكلى، هدول خطوره الانفلونزا عندهم انه تطور لاصابات ثانيه اللي هي عاده ممكن التهاب الاذن، ممكن التهاب الجيوب الحاد، ممكن التهاب الشعب الهوائيه او التهاب القصبات الحاد، ممكن نوصل لاصابه الرئه بالذات، الرئه عاده بالمكورات الرئويه نتيجه الاصابه الفيروسيه تتطور، يصير عندنا انتان جرثومي، ممكن يصير عندنا التهابات ثانيه. ولكن بالاحوال العاديه الاشخاص المعافين خلينا نسميهم، الفئه العمريه الشابه اللي ما عندها عوامل خطوره مهمه، الاعراض محدده لنفسها. دكتور ذكرت من شوي حبوب الالتهاب، انه مثل ما ذكرت فرح انه في ناس بتتناولها انه لوحدها، طب نحن فتنا بمرحله العلاج وعن طريق الطبيب المختص اخذنا الدواء، في ناس ما بتلتزم، يعني انا بس حسيت انه اليوم تحسنت خلص انا وقفت هذا الدواء، هل هذا الشيء له خطوره ممكن يرجع المريض ينتكس؟ هذا السبب الرئيسي عندنا نحن عدم الالتزام بالعلاج. نوعية العلاج ومدة العلاج هن شغلتين مهمين. وقت نبلش بدواء التهاب أو صادات أو المضادات الحيوية، نحن عادة مثلا كل مضاد حيوي له وقت معين لناخده وله فترة معينة لناخده، مثلا بيقول لك الطبيب أنه نحن لازم ناخده أسبوع. مشكلتنا نحن من أول يوم، ثاني حبة، ثالث حبة بلشت تخف الأعراض، وقفنا دواء الالتهاب، ممكن تصير النكسة، والنكسة رح تكون أقوى لأنه الجسم عند على الجرثومة الموجودة، عندت على دواء الالتهاب وعندت، وهو سبب مهم بالتعنيد على الصادات بشكل عام عالميا. نحن في عنا موضوع الصادات التعنيد هو شغلة كتير مهمة، لأنه نحن في جراثيم صارت
ما تطور نفسها ضد هاي الصادات الموجودة. بيجينا زروعات جرثومية غير حساسة على أي نوع من الجراثيم، وللأسف هذا الشيء اللي بكبلنا. مرضى عناية، مريض عناية بتاخذ له زرع قشع من على المنفسة، بيجي عندك الزرع معند على كل شيء صادات موجودة. فهون هذا السبب هو سبب رئيسي للتعنيد على الصادات، وهو عم نخسر فرص انه نقدر نعالج مريض. اليوم دكتور بالإضافة للإنفلونزا عم نشوف خاصة عند الأطفال حالة سعال متكررة، البعض بيكون سعال جاف والبعض الآخر لا، وعم تستمر كمان لفترات طويلة وتكون ببعض الأوقات معندة كمان على الأدوية. هون دكتور، هل الطقس هو المسبب الرئيسي لهذا الشيء، أو فعلا كمان في فيروسات أخرى ممكن يتعرض لها الأطفال نتيجة الاختلاط سواء بالمدارس أو الروضات وإلى آخره؟ هلا السعال هو عرض مهم، والسعال الجاف عادة عند بالإنفلونزا، وهذا السعال الحاد الناشف اللي بسموه هو ممكن يستمر عنا أسبوع، وفي بعض الحالات ممكن يستمر أسبوعين خاصة عند الأطفال نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا. مو كل سعال معناتها في التهاب بالرئة. تبدلات الطقس طبعا بتزيد عنا الفرصة للإصابات الحساسية، اللي عندهم مشاكل تنفسية، اللي عندهم الربو بيزيد هذه القصة، فرط حساسية القصبات بتزيد هذا الموضوع على تبدلات الطقس. الانفلونزا الموسمية هي بتصير عنا بالمناطق المعتدلة، مناطقنا عادة من بداية شهر 10 لنهاية نيسان، والمركزة بأشهر الشتاء نتيجة التقلبات، نتيجة أنه الناس أول شيء التزمت ببيوتها، صار في عندي تجمع بالبيت أكثر، ما عاد طلعنا، نقص التعرض لأشعة الشمس طبعا، والفيتامين د هو مهم بزيادة المناعة الأشهر الشتاء. الجو الرطب طبعا عندنا بالشتاء بتخف رطوبة الجو، ولكن مما يؤهب الأغشية المخاطية أكثر لتتجفف ليصير وسط ملائم لأن طلقت الفيروس. هاي الأمور كلها بتتاخذ بالحسبان. موضوع السعال الجاف هو لنا عرض مهم للإنفلونزا، ومو بكل الأحوال السعال هو عرض لإصابة جرثومية أو إصابة عادة الإصابة الجرثومية وقت اللي بيصير عندنا التهاب قصبات حاد أو تنزل الإصابة الفيروسية لإصابة جرثومية، راح يكون السعال غالبا منتج لقشع أو الطفل بقشع. لون القشع هو شيء مهم نحن بتمييز نوع الجرثومة المتوقعة، وقت بيقول لك والله ما يطلع قشع بلغم أبيض أحيانا، بينما اللون الأصفر بيفرق معي إصابة جرثومية أو لون أخضر. الجراثيم المتوقعة بتفرق معنا نحن كطبيب، أنا وقت بيقول لي قشع أخضر فعلاجه غير وقت بيقول لي في عندي شوية قشع. شو الفرق بيناتهم دكتور؟ القشع الأخضر المتوقع من الجراثيم، اللي طبعا هن المسببين مثل ما قلنا المكورات الرئوية اللي بتسبب ذات الرئة، التهاب القصبات، في عندي العنقوديات والعقديات، أنواع الجراثيم، وكل نوع من هاي الجراثيم لها استجابة معينة على نوع من أدوية الالتهاب. فدائما نحن هذا الشيء بوجهنا لأين صاد، مو أي واحد سعال رحنا على الصيدلية أعطاه أبرتين التهاب ورجعنا، هذا اللي عم يصير فينا. فالموضوع برجع بقول التعنيد على الصادات هو شيء كتير مهم بالنسبة لنا كطبيب، لأنه إحنا منوقف أحيانا بنوصل لمريض مكبلين إحنا شو نعطي دواء التهاب. في مرضى على المنفسة بالعناية المشددة وصلت لنتيجة إنه إحنا ما عندي أي دواء التهاب، الجرثومة الموجودة عنده وحساسة له، فهذا عم يربطنا وعم يخلينا نحن نوقف مكتوفي الأيدي مثل ما بيقولوا. ولكن نحن الأهم شيء نلتزم بالدواء الالتهاب الموصوف، زائد مثل ما حكينا المدة للدواء الالتهاب حتى ما يصير الجسم معند على الأنواع المعينة. تمام دكتور، خلينا نرجع نركز على نقطة الوقاية. يعني حكينا أنه لازم ما نختلط بالأشخاص اللي هنن عرضة لهذا المرض، لكن في أشخاص بيقولوا لك يمكن هي بترجع لقصة المناعة، أنه أنا مناعتي ضعيفة لو ما اختلطت ولو داريت حالي كتير أنا عم أحيانا في ناس عم يصيبها اللي قريب عم تضل كل موسم الشتاء مقربة. كيف أنا ممكن في أكل معين، فيتامينات معينة لحتى قوي مناعتي؟ هلا مناعة الجسم طبعا هي شيء أساسي بأنه نلقط الفيروس. في أجسام معينة مؤهبة أكثر من غيرها أكيد. العرضة للفيروس المتكررة كمان هي، لأن الجسم بشكل إلى أضداد بالجسم لنوع معين من الفيروسات. حكينا أنه فيروس الإنفلونزا هو فيروس متبدل بسبب تغير البروتينات الموجودة على سطحه، فدائما نحن عنا قربت اليوم أخذت مناعة ضد السلسلة من الفيروسات، ولكن هاي المناعة ما بتكفيني أن توقي من السلسلة الثانية اللي هو الفيروس بغير شكله، فراح يصير عندي إصابة ثانية. فهذا اللي عم يصير مثل ما حكي بالأطفال بالمدارس. برشح، رفيقه رشح،
في نوع مستضد موجود على سطح الفيروس غير هذا، فجسمه عنده مناعه نوع، ولكن هني فيروس الانفلونزا طبعا نحن ما حكيناهن بقسم لانفلونزا A B C D. الانفلونزا اللي بتصيب البشر هي الA والB وانماط خفيفه من السي. الدي منتشر بين الماشيه. الA والB، الA هو الاكثر وبائيه اللي بسبب اوبئه مثل ما حكينا، ويصنف الى انواع معينه هي اللي مرقت علينا الجائحه او الوباء، هو الانفلونزا H1N1 هو، والنوع الثاني هو H3N2. هدول بيصيبوا البشر وممكن ينتقلوا من الطيور الى البشر. فهو كان اسمه انفلونزا الطيور H1N1 بال2009 سبب جائحه. هاي الاوبئه بتنتشر بالفيروس A، بينما الفيروس B هو بينتقل بين البشر من بعضهم بسبب الاصابات اللي بنعرفها، لكن الفيروس A بسبب الاوبئه. وهو فهدول الفيروسين هن الاكثر انتشارا. السي هو اعراضه كثير خفيفه ومهمله بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. والدي مثل ما حكينا ما بيصيب البشر، بيصيب الماشيه. فهدول انواع الفيروسات او السلالات اللي عم تتطور. فيروس هو عباره عن بروتين مستضد سطحي بنسميه، او البروتين السطحي اللي بيتغير كل فتره. فهذا ما يسبب لي انه نحن الاصابه عم تطول، منطيب 3 ايام بنرجع بنلقط فيروس جديد، نمط جديد من الفيروس، وما يسبب انه نحن اجسامنا ما تقدر تقاومه، لانه احنا عندنا مضادات لهذا النوع من الفيروس وليس لكل الفيروسات. ونفس الشيء بالنسبه للقاح اللي حكينا، لقاح الانفلونزا موسمي، يعني كل سنه بيتطور حسب الانماط لنغطي الاشياء من الانماط الموجوده. دكتور، اليوم الاشخاص خلينا نقول البالغين او الاشخاص يمكن اللي فوق 18، مجرد ما تعرضوا لانفلونزا بنرجع شوي لجائحه كورونا والاعراض الخطيره يلي صارت وفقدنا فيها ناس كثير. اليوم كيف نقدر نفرق الانفلونزا عن الكورونا اللي مرقنا فيها نحن، بما انه الاعراض تقريبا هي يمكن اعراض واحده مع اختلاف بسيط؟ أعراض اللي رح نمرق فيها نحن بالفيروس الانفلونزا الموجود هي تقريبا نفس بدايات أعراض الكورونا. طبعا الكورونا هي فيروس انفلونزا مثل ما حكينا سابقا، فهي عبارة عن نفس الأعراض كنفس البداية. شدة الأعراض هي اللي رح تميز لي الموضوع. صراحة ضمن الممارسة العملية اللي عم نشوفها السنة ما عاد شفنا هاي الإصابات الحادة تبع الكورونا اللي بتنزل على الرئة، العسر التنفسي، الزلة الشديدة، إصابات القصبات. هو بيعود لأنه الفيروس بيضعف مع العمر. فيروس كورونا كل ما تطور سلالة جديدة أو صار في مقاومة أكثر له، فهذا الفيروس هو ضعيف. يعني هلأ نحن مثل ما حكيت كلنا أساتنا عنا هذا الرهاب أنه أنا كورونا، راح الشم عندي معناته أنا كورونا. طبعا إصابة الزكام أو الإنفلونزا العادية ممكن تعمل إصابة انعدام حاسة الذوق والشم بشكل عرضي بآلية مختلفة تماما عن اللي كانت تصير بالكورونا. الكورونا بتصيب النهايات العصبية، بتضرب الجملة العصبية المسؤولة عن الشم، بينما بالإنفلونزا هو بسبب جفاف الأغشية المخاطية. الشيوع بين الناس صار انه راح عندي حاسة الشم فهو ركض انا كورونا ما عاد فيني. بلشنا هذا الرهاب. طبعا العالم حقه الطبيعي بعد ما مثل ما حكيتي الاشخاص اللي فقدناها، الاصابات الخطيره اللي صارت، الناس اللي ضلت على المنافس فتره طويله. ولكن حاليا التمييز بيناتهم هو من خلال الاعراض السريريه صراحه. وفيروس كفيروس كورونا انا اللي عم نشوفه خلال ممارساتنا ضعيف، ما عاد عندي نعمل. يعني احيانا بيجيني كثير مسحه، بيروح بتعمل مسحه ما تجي ايجابيه كورونا، ولكن باعراض خفيفه جدا اللي هي اعراض رشح وزكام عادي. دكتور، باعتبار ذكرنا الكورونا، هل الاشخاص اللي انصابوا سابقا بالكورونا وطابوا، هل هذا الشيء بيقلل المناعه عندهم او ممكن يكونوا عرضه للاصابه بالكورونا مره ثانيه او بحالات الانفلونزا العاديه؟ الاشخاص اللي صار عندهم اصابه بالكورونا وشفي تماما دون عقابيل فهو خطورة إصابته مثل أي شخص عادي، ولكن في أشخاص تركت عندهم عقابيل تنفسية وتليف رئوي نتيجة إصابات شديدة، صار عندهم إصابة بالرئة بالأسناخ الرئوية، هدول هن أكثر عرضة لأنه صاروا من مجموعات الأمراض المزمنة ما حكينا، مرضى الربو ومرضى السي أو بي دي. حتى المناعة بتقل؟ حتى مناعة الجسم تضعف، ولكن هدول المرضى صاروا يصنفوا من أمراض مزمنة نتيجة الكورونا أدت لعقابيل اللي هي تليف رئوي، فصار مريض تليف رئوي. بينما مريض تعافى ومرق الكورونا فهي يعني ما نذكر أنه هي سبب أنه تزيد خطورة الإصابة.
اليوم دكتور بنسمع كثير يمكن من الوسط المحيط فينا انه نحن ما بنحب الدواء وما بنحب نلجا للادويه، خاصه بعد الاشخاص يمكن الكبار شوي بالعمر بيلجاوا دائما للزهورات، الاشياء الموجوده بالبيت، حتى الزنجبيل، اي شيء ممكن هن متوارث واقتنعوا فيه، هل هذا الشيء برايك دكتور كافي نستعيد عنه عن الدواء مع اختلاف شده الانفلونزا اللي ممكن يمرق فيها الشخص؟ هذا الشيء بيفيدنا بحالات الانفلونزا الخفيفه. بدايه الاعراض حكينا بدايه الموضوع انه احنا اعراضنا خفيفه، اعراضنا بتتحدد خلال اسبوع، ما في داعي نفوت بمتاهات الادويه، فهدول بيفيدنا الراحه لعلاج العرض اللي هو الاكثار من السوائل، السوائل السخنه، طبعا الاعشاب الطبيعيه القصص ثبتت في كثير من الشغلات انه احنا مطهر للجهاز التنفسي. بينما الحالات اللي تستدعي اكثر من هيك اللي بده يصير عندي زله تنفسيه مهمه، الم صدري، حراره غير مستجيبه على المسكنات ما بتنزل، المريض التعب الشديد اللي ما عاد يقدر يوقف، ما عاد كذا، هذا ما عاد علاجنا والله اخذت كاسه زهورات وطبط، هون بحاجه لزياره الطبيب. وبعض المرضى وخاصه الفئات المعرضه الخطره ممكن يضطر لاستشفاء. الانفلونزا محددة لنفسها، ولكن في بعض الحالات المعينة هي تضطر للاستشفاء والوفيات موجودة فيها. أكيد بنتمنى السلامة للجميع أكيد. وبدنا نتشكرك دكتور وعلى هي المعلومات اللي قدمت لنا إياها، الدكتور وسام دلول الأخصائي في الأمراض الداخلية. إن شاء الله السلامة للجميع وبشكر استضافتكم. كل الشكر لك دكتور وبقية نهار.